شاء الله صرح إعلامي صرح رياضي فعلا صراحة مبارا أول مرة قرب صورة ما شاء الله صدق حلو والله صرح رياضي استاد البيت شوفه يقولون ارتفاعه 9 أدوار إذا بنيت عمارة 9 أدوار هذا هو ارتفاع الملعب أو الاستاد بشكل عام. محسن جاسم الوكرة لايف جاي يغطي فعالية في الخور الحبيبة. الخور لايف موجود والوكرة لايف موجود والكل جاي يغطي. احنا جينا غلط وش السالفة؟ هل الدوحة كلهم موجودين؟ احنا جينا غلط ولا لا؟ جينا غلط ولا شنو؟ ايش فكرة رجعت؟ لا لأن في المدخل الرئيسي هناك قال إذا حاب تروح قال لي عموما جميع المواقف اللي في استاد البيت ايوه كل حق الجمهور فعادي ما اقف اي صوب مو مشكله بس تحب توقف اي مكان ولكن اذا تحب تروح المدخل الرئيسي وبعد في باركن يقول لك خدمه سيارات خلينا نمشي مع بعض طبعا معي اخوي محسن محسن هلا ابوي شو تقول حق الناس اللي قاعدين في البيت ونحن ما جو والله يشوف ايه شو اولا ان شاء الله يتابعون سنابك ويشوفون كل الاشياء اللي موجوده في هالكرنفال حلو وثاني شيء العالم لازم تعود أنفسها في أي إعلان موجود كرنفال مهرجان حلو. أي مناسبة تعالوا خذ عيالك واطلع وروح غير الجو صحيح الكل يستمتع في يبي سيلين يبي البر زين تلاحق كل أسبوع موجود هناك بس اكسر الروتين وغير نفسيتك ونفسية الأهالي شوي حلوة هاي المثل لا حكيم اليوم حكيم أول ما نبتدي مع بعض نبتدي في مكان الألعاب هذا الجميل أطفال حلوين يلعبون مستانسين الجو صحو هواء بارد حلو خلي سانسون يغيرون الجو العيال الحديقة حلوة هاي أول مرحلة هاي أول شيء طبعا هذه منطقة الفعاليات مثل ما نشوف منطقة المطاعم ودورات المياه هذه الأكشاك اللي تعتبر من والله حلوة حتى فكرتها حلوة هاي أسر المنتجة طبعا هذول مكشاك اللي حاب يشارك هذه الجهة الجنوبية من استاد البيت وهذا بازار البيت التجاري وهذا موقع الفعاليات كلها بصراحة المساحة كبيرة قاعد أحاول أغطي اللي أقدر عليه بس فعلا المساحة وايد كبيرة والجو بارد ومثل ما قلت لكم هذه الأكشاك الخاصة للأسر المنتجة وبعض المطاعم وفيها مجموعة من الفعاليات التراثية وأيضا الإسعافات الهلال الأحمر ما شاء الله جهات كثيرة ما أقدر أيضا مشارك معاهم كده الجنوب ها هالشكل الجنوب وهذا خط الخور الساحلي شوفوا داخل هناك هذا خط الخور الساحلي كده باتجاه الدوحة طبعا هذا هو المدخل الرئيسي للكرنفال مثل ما نشوف طبعا لازم تبرز اللي هو الاحتراز ونحرص على التباعد أرجوكم حاولوا تبتعدون عن بعض تباعد جسدي حتى لا ينتشر الوباء إذا كان موجود وإن شاء الله مو موجود ولكن الاحتياط واجب بعد مجموعة شاطئ البحر للفن أظن لهم مشاركة وهذه المنطقة مخصصة للأطفال وألعاب الأطفال مثل شوف مع بعض هذه بعد شوفوها يلا الله 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 واحدة هلا يلا عارف شو اسمك هيا وانتي فاطمة انتي فاطمة وانتي نورة وانتي يا حلوة الدانة وانتي مريم ليش جايين اليوم هني ايش عندكم جايين شو اللي خلاكم تجون اليوم بس نبي نشوف الاشياء هني نشوف الاشياء الحلوه صح ايه تلعبين ولا مو بلعبه ابي العب واستانس مني ان
ان شاء الله حتى بيت السنسين. وانت شو بتسوين اليوم؟ بستانس وبلعب لانه متمللين يعني في البيت. ان شاء الله بلل صح في البيت يعني وناسه صح؟ ايه. انت بتمللين في البيت ولا ما تمللتي؟ مللت هني ناسه صح؟ حبيبتي الله يحفظك ان شاء الله يا رب. الله يحفظكم ابوي. تضيع على طول حبيبي. اول شيء انتم من اي منطقه؟ انا من عين خالد. من عين خالد؟ يا سلام. وانا من الثمامه. ودنا من الثمامه. زين ايش رايكم في الفعاليات او كفكره؟ بالعكس كفكره يعني شيء طيب وشيء حلو ان يسوون فعاليات برا الدوحه. حلو. مع حلو. الطرق الجديده والدوله ما مقصره وبالعكس في 20 دقيقه طيب. ولا 30 اي والله ايش راح تصل بالسافر؟ صحيح. ايش رايك بالفكره هذه ايضا اللي برا الدوحه 20 دقيقه توصل؟ صراحه يعني انا الفكره هذه وايد زينه بس اللي احسن منها ان عيالنا يتعلمون يجون هني يطلعون يقول مناطق اللي برا الدوحه شلون تخطيطها شلون عمرانها. ما تشافوا الحين قدام عيني. ايوه شافوا. حتى ولدي يقول لي قل بابا ابى اشوف استاد الخيمه ابى ادش داخل. هذا هو والله شوفه حلوان استاد الخيمه والله. والله خص بعيد صار اهم شيء. الحمد لله بس صحيح اهم شيء. طويل العمر والسلامة. المهرجان على مساحة 100,000 متر مربع في استاد البيت. المهرجان يتكون من 4 أقسام. القسم الأول ألا وهو ناس ما تشوف منطقة الألعاب. هذه قدامنا هذه. نعم صحيح. وعلى كذلك على الجهة اليسار. أيوة. هاي كلها ألعاب. نعم. حلو. هذه الله يسلمك. حاطينها على مساحة كبيرة علشان نتأكد تباعد الاجتماعي ونتأكد إن ما تكون في أي مشاكل. حلو. هذا واحد. بخصوص المنطقة الثانية البازار يتكون من 100 محل. حلو. على مساحة 1000 متر 1500 متر. اي ما شاء الله. 100 محل وبشتى انواعهم. حلو ما شاء الله. في محلات مختلفة طبعا. طبعا مختلفة نعم. بخصوص المنطقة الثالثة عندنا مشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. حلو. مركز نوماس، مركز قطرات، الهلال الأحمر، مؤسسة حمد الطبية، كلهم مشاركين الله يعطيهم الصحة والعافية. حلو. هنا الفعاليات المجانية موفرينها، يعني اللي يجي مو بلازم يدفع ريال، يقدر يجي يتونس هو وهله في هالفعاليات. وعندنا المنطقة الأخيرة اللي هي المنطقة الرابعة، منطقة الأكشاك. ايه. يتكون من 50 من 40 كشك و10 فوتركس. 50 مطعم متنوع. مطاعم عالمية نفس ما تشوف ماكدونالد ومطاعم معظمها مطاعم قطرية. طبعا لابد من مشاركة أهلنا وإخواننا من الأعمال المنزلية فلهم جزء كبير من هذا المهرجان. طبعا الفعاليات حبائي في كرنفال الخور تبدأ من يوم اليوم اللي هو يوم السبت إلى يوم 6 فبراير من الساعة 12 الظهر إلى الساعة 10 مساء. الفعالية إن شاء الله أنها للعائلات حياهم الله والمكان مكانهم والأرض أرضهم. وهالفعاليات سويناها نخدم فيها هل قطر وهل الخور وهل المناطق الشمالية. حلو. حلو. لكن ما أوصيهم هلا هلا بالاحترازات هلا هلا بالكمامات وهلا هلا بالتباعد الاجتماعي وما عليكم شر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز نوماس طبعا دائما متواجد في كل المهرجانات في كرنفال الخور. احنا متواجدين عندنا الالعاب الشعبيه وفيه العرضه وفي عده فعاليات من ضمنها ركوب الخيل وركوب الهجن بالاضافه الى الدورات او الورشات بشكل مستمر لين اخر يوم المهرجان. الناس اللي بيزورون ممكن يكونوا معاكم ولا بس المشتركين؟ لا 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 اي واحد يجي. احنا عندنا باب التسجيل مفتوح من الساعه 3 لين الساعه 7 في اي دوره او اي فعاليه بيشارك معانا في مركز نماسيا مرحبا به. بالنسبه لمنطقه المطاعم نفس ما قلنا 40 كشك. الله يجزاهم خير جميع المشاركين المطاعم لان لاول مره في المناطق الشماليه ولاول مره في استاد البيت
معظمهم الله يجزاهم خير حطوا أسعار نزلوها خصومات في أسعارهم، ونفس الكلام بالنسبة للفود تراكس أو التركات. نعم الله يجزاهم خير يوم شاركوا معنا وصيناهم وهم لبوا التوصية. شيء طيب والله. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. طرح نفسه ليش أستاذ الفور ليش؟ الله يطول لي بعمرك، احنا كثار سألونا هذا السؤال للأمانة، لأن ما شفنا أحد التفت لهذه المناطق الشمالية من ناحية كرنفالات، من ناحية فيستيفالات، من ناحية حتى معارض، وما نشوف في شيء يمنع، ما نشوف في قاصر عليهم. حلو. ونفس ما تشوف الإقبال أثبتنا وجهة النظر أن فعلا المناطق الشمالية الناس مستعدة تجي إذا كان الشغل صحيح وإذا كان الشغل نظيف، مستعدين يجون. كذلك أحب أنتهز الفرصة وأشكر فيها الهلال الأحمر الله يجزاهم خير على تعاونهم معنا ومشاركتهم معنا، وكذلك أحب أشكر وزارة الصحة على إرشاداتهم وتعليماتهم الواضحة والصريحة الله يجزاهم خير، وكذلك أحب أشكر مؤسسة حمد الطبية على مشاركتهم معنا، هم مشاركين اليوم معنا في التبرع بالدم الله يجزاهم خير. الخريطة هذه موجودة في كل مكان في الكرنفال، المواقف موجودة، نتكلم عن 3000 موقف حول الاستاد. حلو. أو هذه الحديقة اللي فيها منطقة المطاعم. ايه. وهني عندنا منطقة الألعاب. حلو. وكذلك البازار واضحة، وكذلك الخدمات، المسجد أو المصلى. ايه نعم. واضحة في هذه الخريطة، فمستحيل تضيع خلاص بإذن الله، مستحيل، والمتطوعين موجودين، وهي طبعا الألعاب والبازارات والتطبيقات العروض وأنشطة الأطفال. نعم صحيح. حلو. وهذه إيش هذه هنا؟ هذه الله يسلمك صورهم، إذا حد عنده استفسار يعني مثلا صورة الإسعاف ويذكر اسمها الإسعاف. ايه. طبعا متوفر الإسعاف. حلو. يعني أعتقد الخريطة هذه راح يعني تدلكم مباشرة على الموقع أو المكان تبون تروحون له، فكل الشكر كل الشكر للأخوة القائمين على كرنفال الخور، وهو مستمر معاكم إلى يوم إلى تاريخ 6 فبراير إن شاء الله. 6 فبراير. الشباب ما له داعي يجون لسبب، لانك تيجي عند الباب يحرجونك وبيرجعونك، وانا طالع الحين شفت كم واحد من الشباب يحاول يدخل ويكلم كذا، رجاء خلوا العائلات تستانس، خل العائلات تستمتع، خل الاطفال يستانسون، وما عليك انت ما شاء الله عندك الدوحه كلها روح استانس فيها، ولكن اترك هذا المكان اليوم وطل المهرجان طبعا للعائلات فقط. الله يمسيك بالخير. طبعا شفنا مع بعض جانب من الفعاليات المسائية لكرنفال الخور، ولكن في الفترة المسائية يعني اللي ظلم الوقت إن شاء الله في فعاليات ثانية بعد أحلى. الآن شفنا في بازار، في سوق، في بعض الألعاب الحركية وكذا موجودة، بس قالوا لي في الليل حسن بعد في شغلات ثانية إن شاء الله. فهي دعوة للكل اللي حاب يجي ويستمتع مع عياله، لبسهم أول شيء ثقيل، لبسهم كماماتهم والاحترازات اللي احنا عارفينها حتى يعني الله يحفظ الجميع من الوباء، وأخيرا تعال واستمتع، صل المغرب وتعال استمتع بالمكان وبالفعاليات الموجودة.